الرحم كانت مصدر قوة عند الأولين. إيه والله، والله كانت مصدر قوة. ففي قصة شعيب ماذا قال قومه؟ ولولا رهطك لرجمناك. في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تركه قومه في مناسبات كثيرة وأرادوا إذايته لكنهم لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. لما؟ لأن الله أيده بعمه أبي طالب وكان مشركا. الرحم لها قوة عظيمة، سبب في العز، سبب في القوة، سبب في الشرف والمنعة والنصرة ونحو ذلك من المعاني حفظكم الله. وأما اليوم للأسف الشديد الرحم إنا لله وإنا إليه راجعون، تفريط في شأنها عجيب. والله إذا كان واحد فينا يتصل ربما من أحسن الناس حالا، ما نقولوش كلهم، لكن من أحسن الناس حالا من يتصل في المناسبات والأعياد بالهاتف، ليس ثمة شيء قبل ذلك ولا بعده. أين الصلة الشرعية؟